تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تلبس عباءة ساترة لجميع بدنها ولكنها مختلفة عما اعتادت عليه النساء في هذه البلد؟ لا، تلبس ما يلبس نساء البلد من الملابس الساترة المحتشمة، ولا تلبس لباسا تخالف البلد فتشتهر بينهم لباس شهرة، إلا إذا كان أهل البلد لا يعملون بالستر ولا يعملون بالسنة، ولا إنها تخالفهم، تعمل بالشرع، تستتر، تلبس الملابس تخالف أهل البلد الذين لا يبالون بالستر. أما إذا كان أهل البلد ملتزمين ونساؤهم تتستر، إنها تلبس مثل ما يلبس النساء. نعم. ما حكم صلاة المسبل؟ هل هي باطلة؟ صلاة المسبل صحيحة مع الإثم، يثاب على الصلاة ويأثم على الإسبال، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يترك الإسبال لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.